وللحديث عن تطورات المشهد في فلسطين والتصعيد الشعبي في الداخل الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. سيد محمد، مرحبا بكم. بحسب مصادر غربية فإن نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية في واشنطن طلب يومين أو ثلاثة أيام لإنهاء عمليته في غزة. السؤال هنا أستاذ محمد، ماذا عساه أن يفعل في هذه الأيام الثلاثة في ظل استهداف المدن الذي لم ينقطع؟ هذا إن كانت الثلاث أيام التي أعلن عنها أنها صحيحة، هذا يعيدنا إلى الفترة الصهيونية في 2014، نعم، حينما كانت قد استجدت وناشدت عبر وسائلها وقنواتها الأمنية، استجدت الأمريكان الذين طلبوا من القطريين والأتراك أن تتوقف الحرب مع حماس اليوم، وضغط في 2014 عن طريق المصريين كذلك. لذلك اليوم يعاد نفس السيناريو، وكأن نتنياهو منتصر وأن العالم يترجى ويتوسع نتنياهو أن يوقف تأديبه للفلسطينيين، غير أنه على أرض الواقع هذا أمر بات كل الشارع الإسرائيلي يدركه، بأنه حتى اليوم وحتى هذه الساعة عندما أصدر بالأمس جيشه أنه انتهى من الصواريخ، فإذا باليوم يسجل حتى اللحظة أكثر من 300 صاروخ منذ ساعات صباح اليوم سقطت في إسرائيل، وهناك قتلى وجرحى، وهناك عشرات الآلاف في الملاجئ. إذن الأيام التي يراد لنا أن نقرأها كي يقال بأن نتنياهو ينتصر ويحدد متى سينهي الحرب باتت من الزمن الماضي في علم العسكري الآن المتواجد على أرض الواقع. هناك عربدة إسرائيلية بدأت في باحات الأقصى والشيخ جراح القدس، نعم، انتفضت لها غزة والداخل والضفة، وناصرهم كل الأحرار في العالم العربي والإسلامي والعالم كله. وبالتالي الآن ما بدأ في باحات الأقصى والشيخ جراح، كل فلسطيني يقول يجب أن ينتهي هناك، لن ينتهي في داخل سياج غزة. هذا الأمر الطبيعي، وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وكل المقاومين في غزة ما ذهبوا للحرب في القدس إلا وأنهم يدركون جيدا، نعم، أن الذي بدأ في القدس سياسيا يجب أن ينتهي في القدس، وهو وقت استفزازات المستوطنين ودخولهم، طيب، للمسجد الأقصى المبارك ومنع الترحيل من الشيخ جراح. أستاذ محمد، بعد سقوط مئات الضحايا في قطاع غزة، المقاومة تجدد قصف مدن صهيونية ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين في هذا القطاع. حرب المدن التي بدأها الاحتلال، لماذا لم نرى تحركا جادا من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب؟ ما السبب في ذلك؟ نحن نعلم جيدا أن المجتمع الدولي لديه على طاولة مجلس الأمن قرارات صادرة قبل عقود من الآن بوجوب خروج الاحتلال من الأرض المحتلة عام 67 والعودة إلى حدود الرابع من حزيران. هذا لم يطبقه المجتمع الدولي، لأن أمريكا تريد لإسرائيل أن تبقى في قلب العالم العربي وأن تبقى بقوتها. أيضا وإذا ما أردنا أن لا نذكر الماضي البعيد، دعنا نذكر الماضي القريب، وهو قبل أسابيع من الآن حينما قرر الشعب الفلسطيني أن يذهب إلى الانتخابات وأن تكون كل الألوان الفلسطينية في هذه الانتخابات كما حدث في 2006 وغزو حماس. قبل أسابيع تم الضغط من الإدارة الأمريكية عبر أقلامها في المنطقة والإقليم، وضغط على السلطة وألغت الانتخابات، لأنه أراد الاحتلال أن يمنع صندوق الإقراء أن يكون في باب العمود، وإذا بقي صندوق الإقراء الفلسطيني في باب العمود في القدس هذا، نعم، يعني أن يهودية الدولة ذهبت أدراج الرياح، وأن ما بناه ترامب وما يدعمه الآن بايدن سيذهب أدراج الرياح. لذلك المجتمع الدولي لا يرى إلا القوي. انظر حالة أذربيجان، انظر هذه الحالة كانت قوية وواضحة قبل عدة شهور، لم تخضع أرمينيا إلا بالقوة. لذلك حق يراد أن يعود من خلال الشعب احتضن مقاومته. اليوم في المشهد الفلسطيني كان مشهدا مهيبا بأن حاضنة المقاومة كل الشعب الفلسطيني من حيث وياته حتى رفح وخان يونس مرورا برام الله والخليل وجنين، طيب، وقلبها القدس. أستاذ محمد، على المستوى الشعبي هناك استجابة كبيرة من فلسطيني الداخل والضفة لدعوة الإضراب الشامل، لكن هنا
ما الرسالة التي أرسلت من خلال هذه الاستجابة الشعبية؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال. نعم. لأنه هو الذي يعد مفتاح الجماهير هذا اليوم. هذا الإضراب هو الإضراب الأقوى والأكثر التزاما في تاريخ القضية الفلسطينية، الإضراب الأوسع جغرافيا، الإضراب الذي حمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأنه صادر من الإرادة الداخلية لكل مواطن فلسطيني. قبل 28 رمضان كان الشعب الفلسطيني يبحث عن قائد، يبحث عن قيادة تقوده تحرره، تضرب بيد من حديد من يتطاول عليه. حينما قالت المقدسيات وضيفاه ومطفناه، لبى محمد الضيف قائد أركان المقاومة، فشعر المواطن الفلسطيني أن لديه قائد ولديه قيادة. نعم. تقول ما تفعل وتنفذ وتربع، وهذا جعل كل مواطن فلسطيني يفخر. انظر إلى الشارع، أطفال صغار يهتفون حط السيف إقبال السيف، إحنا رجال محمد الضيف. هذا الشعور لدى أي شعب في العالم حينما يرى قيادة تبذل وتسهر ليل نهار وتضع وتضرب وتقطع على اليد التي تمد على الحرائر وتمد على المقدسات وتمد على الحقوق. طبيعي جدا أن ليس فقط المواطن، بل المواطن وأملاكه وأمواله وعائلته كلها تضحي. هذا نموذج أيضا مهم جدا لإجابة السؤال. نعم، لماذا كل هذه الجماهير التزمت، ولماذا حبت، ولماذا انتفضت، ولماذا ستنتفض وتستمر؟ لأن لديها قيادة ووجدت جسور الثقة ما بين القيادة التي كانت مغيرة قصرا عنها إعلاميا وسياسيا وميدانيا. من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، شكرا جزيلا لكم.